السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ زي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت عملنا صوص الكراميل، النهاردة هنعمل صوص التوفي. الناس اللي بتتحير بين الكراميل والتوفي بيقولوا ان هو حاجة واحدة، لا هو مش حاجة واحدة في اللون وفي الطعم. النهاردة هنعمل التوفي، ما رضيتش اعمل الاتنين في حلقة واحدة عشان ما تبقاش طويلة وفي نفس الوقت ما تلخبطش ناس كتير. النهارده هنعمل التوفي وهقول لكم المقادير بتاعته. نقول بسم الله، عندي كوبايه من السكر، وباكد دايما لما نيجي نعمل صوص الكراميل اذا كان كراميل او توفي السكر اللي نستعمله يكون ابيض فاتح وحبيباته ناعمه، ما يكونش غامق وخشن والحبيبات بتاعته خشنه، شايفين؟ عشان يطلع معاكي ناجح وقوامه حلو. معلقه كبيره من الزبده، معلقه نشا مش ممتلئه، فانيليا، ظرف فانيليا، رشه الملح الاساسيه في الصوصات، ودي حاجه اختياري، معلقه من الكريم شانتيه كبيره. لو مش متاح عندك مش مشكلة، مش هتأثر في الوصفة يعني، بس هي بتخلي طعمه أحلى. وعندي هنا بقى كوباية اللبن. هنعمل النهاردة صوص التوفي مش المكلف، لكن هقولك البدائل يعني، بقدر الإمكان هنحاول إن احنا يبقى التكلفة أقل. دي كوباية لبن، لكن ممكن بدل اللبن كوباية كريمة حلويات، بس لو استعملتي كريمة الحلويات مش هتستعملي نشا، أو علبة قشطة تقدري تحطيها. كل دي بدائل، يا لبن يا قشطة يا كريمة حلويات، التلاتة دول تقدري تحطيهم على صوص التوفي، المتاح عندك تقدري تحطيه. الطريقة بتاعت النهاردة اقتصادية، متاحة وموجودة في كل البيوت ومش هتكلفك حاجة، وإن شاء الله هنعمل أحلى صوص. دي المقادير، يلا بقى عشان نشتغل في الصوص. أول حاجة هنعملها في صوص التوفي، هتجيبي الطاسة بتاعتك وتوزعي السكر كويس جدا، ما تحاوليش تجيبي على الجوانب عشان يتكرمل، بدون إضافة أي سوائل ولا مية ولا أي حاجة، وعلى نار تكون هادية عشان يتكرمل معانا. شايفين يا جماعه بدا السكر يدوب اهو من على الجوانب، ما احطش فيه بقى اي معلقه، وتبداي انك انت تحركي الطاسه كده عشان السكر كله يدوب ويتوزع كويس جدا. شايفين اهو، شايفين يا جماعه بدا السكر يدوب اهو يتكرمل، تبداي بقى تقلبي عشان ما يكونش فيه اي تكتلات، وحاسبي اوعي يغمق منك عشان ما يمررش. صوص التوفي ما يفضلش ان هو يكون غامق اهو، لو في اي تكتلات تضغطي عليها كده بالمعلقه هتدوب معاكي على طول من الحراره. خلاص كده تمام، شايفين اهو. هننزل بقى بمعلقه الزبده الكبيره، وبرده العين يا جماعه تكون هاديه جدا بتاعه البوتاجاز عشان ما يطرطش عليكي. وبعد كده ايه، طبعا درجه الحراره بتكون عاليه جدا، خدوا بالكم. وننزل بالفانيليا عشان تدي له ريحه حلوه، والملح، شعرة الملح عشان تبرز جمال الصوص. هو الصوص ده قريب من صوص الكراميل، بس في اضافات تانية بتغير الطعم وبتغير اللون، وده اللي انا بأكد عليه اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده تجيبي كوباية اللبن اللي احنا قلنا عليها وتسخنيها، تكون سخنة مولعة في اي حاجة عندك عشان تضيفيها وهي سخنة اهو. انا مش هفصل عشان تبقوا شايفين كل الخطوات اهو. خلاص كده الزبدة ساحت، نقفل على اللبن اللي انا مسخناه وننزل بيه بسم الله، لانك لو حطيتي اللبن بارد هيبقى يعمل تكتلات جامدة جدا. وزي ما قلتلك تقدري انك انتي تقلبي كده بشويش خالص، تقدري انك تستخدمي بدل اللبن كوباية من الكريمة، كريمة الحلويات. معلش درجة الحرارة طبعا عالية جدا، كريمة الحلويات، او لو عندك كمان لبن بودرة ينفع كمان انك انت تستخدمي اللبن البودرة، معلقتين كبار تدوبيهم في مية وتحطيهم. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ ده اللون بتاع صوص التوفي. ممكن كمان على فكرة تستخدمي علبة قشطة تحطيها، يعني احنا بنحاول نقلل في التكلفة بس هيديكي نفس الطعم. بس لو استخدمتي كريمة الحلويات او القشطة ما تحطيش نشا. هننزل بمعلقة الكريم شانتيه، تدي له طعم حلو قوي، وندوبها كده اهي. شايفين اللون يا جماعه اهو، وهنربط الصوص ونتقله بمعلقه نشا مش ممتلئه، بتدوبيها في معلقتين من اللبن، شايفين اهو لو باين لكم كده. نقلبها كويس جدا وهننزل بيها تدريجيا، وايدك ما تقفش عن التقليب. هتربط معاكي الصوص بتاع الكوفي وهيبقى معاكي حلو قوي. وزي ما قلتلك في الحلقة اللي فاتت في صوص الكراميل، الصوص نقدر نتحكم في القوام بتاعه، تقل مننا بنخفه بشوية لبن،
ولو ولو كان خفيف بنحط شوية نشا اهو، شايفين يا جماعة؟ تفضلي بقى تقلبي كده لحد لما يربط معاكي ويتقل، برضو ما تخليش القوام تقيل قوي لانه لسه لما بيبرد بيتقل معاكي. شايفين اللون مختلف ازاي عن صوص الكراميل؟ والطعم كمان يا جماعة بيكون مختلف. شايفين بدأ صوص التوفي يربط معانا؟ شايفين القوام حلو ازاي؟ ما نتقلهوش عشان هو لسه هيتقل لما يبرد. وزي ما قلت لك لو كان خفيف تقدري تزودي شويه نشا على شويه ميه. خلاص شايفين يا جماعه اللون مختلف والطعم مختلف عن صوص الكراميل اللي احنا عملناه الحلقه اللي فاتت. خلاص انا كده هقفل عليه تمام، ولازم يغلي كويس جدا عشان ما تحسيش بطعم النشا في التكه دي مهمه. ويلا بقى عشان نقدمه. خلاص جهزت البولة، شايفين يا جماعة هو هدي شوية، اختلاف يعني شايفين الفرق من الصوص الكراميل اللي عملناه الحلقة اللي فاتت واللون ده؟ اللون والطعم مختلف تماما. خلاص يعني يعتبر احنا كده حلينا اللغز بين الايه الصوص ده والصوص ده. ناس كتير كانت بتقول الاتنين واحد، لا مش الاتنين واحد، هتعمليه وهتشوفي الفرق ما بينهم. بنقول بسم الله، شايفين عاوز اوريكم بس القوام بتاعه واللون اهو، ناعم جدا وجميل عشان السكر اللي احنا قلنا عليه الناعم اللي احنا بنستعمله اللي انا باكد عليه. وخدوا بالكم انه في انواع من الحلويات ما بتاخدش غير صوص التوفي والعكس، يعني ما ينفعش في اكلات معينه بتاخد صوص توفي بس، ما ينفعش احط لها صوص كراميل، بتحس ان في فرق في الطعم اهو. شايفين؟ خلاص خلصنا الكميه، شايفين جميل قد ايه وناعم وقوامه تحفه ولونه يجنن اهو. ادي الصوص بتاعنا الخطير، عاوزه اوريكم القوام بتاعه من على قرب يا جماعه قد ايه جميل وناعم. شايفين عامل ازاي؟ ده صوص التوفي، مختلف تماما عن صوص الكراميل اهو. الحمد لله كده خلصنا صوص الكراميل وصوص التوفي. اتمنى تكون استفدتي النهارده من الحلقه. انتظروني في حلقات جايه هنعمل فيها صوصات كتير، واي حد صوصات خاصه بالحلويات يعني، واي حد عاوز اي صوص يبعت لي وانا اعمله له بشكل عملي. اتمنى تكون حلقه النهارده خفيفه واستفدتوا منها. ما تنسونيش في اللايك والشير ودعوه حلوه، وكمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. والى اللقاء في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.